من السمرية حياكم الله. عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا جلستها الثانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأصدرت اللجنة العديد من القرارات أهمها توفير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية في مواجهة الوباء، فضلا عن منح وزير الصحة صلاحية إجراء المناقلة المالية من وحدات الصرف بموافقة وزير المالية وتحويل مبلغ 50 مليون دولار لحساب الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية للشراء المباشر.